أسألك سؤال عن رابطة اللاعبين الدولية اللي تأسست اللي ترأسها الكابتن يونس محمود. هذه الرابطة أصبحت يعني مجرد صوت. هل رئيس الرابطة أجاد هذا الدور؟ طبعا بالنسبة لرابطة اللاعبين الدوليين في اتحاد القدم والمعتمدة حقيقة أصبح ليس لها دور حقيقي باعتبار كابتن يونس محمود هو قدم إعفاء يعني من الرابطة، والإخوان العاملين يعني وفق نظام الداخلي للرابطة أصبحوا مدربين، إذن الرابطة حلت نفسها بنفسها. لذلك أتمنى فعلا بأنه تعاد الانتخابات من جديد، وهي دعوة السيد رئيس اتحاد كرة القدم تفعيل هذا الدور. الرابطة يجب أن يكون لها أدوار كثيرة، منها حقيقة دعم اللاعبين الدوليين في تخصصاتهم في عملهم في الدورات التطويرية، أيضا في تواجدهم مع المنتخبات الوطنية وحتى الإشراف الفني والإداري. لذلك هي حلقة ربط ضمن منظومة كاملة تخص المؤسسات الرياضية مع اتحاد كرة القدم، ويجب أن يكون اللاعب الدولي دوره وأهميته في 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 تقوية حقيقة أواصر اللاعبين الدوليين فيما بيناتهم وتنظيم العمل الإداري والفني. أنا أشوف أنه رابط